وين كاب الإنجليزي، توتنهام الدور كأس الاتحاد الإنجليزي، وين الدور الرابعة، وش عندنا كيفاش كانت المباراة، نقولوا بلي مباراة وين نقولوا وين كاب وين لعب بقوة، وين كان فائز في الشوط في بداية الشوط الأول في الدقيقة 25. شاهدنا جابرييل بيل اللي عدل النتيجة في الدقيقة 45 في الشوط الأول، وانتهى الشوط الأول بهدف لهدف. هاري وينكيس اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86، الدقيقة 88، يعني وكانت نقولوا باللي توتنهام اللي دخل تشكيلة مبادلة، وين نقولوا باللي مورينيو اللي دخل بهذه التشكيلة. شاهدنا كيفاش دخول هاري كان من وين شاف المباراة صعيبة شوية، ميني سون شاهدنا كيفاش تيغو شاهدنا بين يعني نقولوا باللي شاهدنا بيل شاهدنا موسي سيسوكو هاري وينكيس شاهدنا بن دافيز توبي سانديز يعني جو هارت في الحراسة. يعني كانت المباراة نقولوا دومبيلي اللي سجل الهدف في الدقيقة 87 الهدف الثالث، يعني وين شاهدنا الهدف الأول فاردي وين من جانب وين كاب اللي في الدقيقة 25، بيل في الدقيقة 45 وين عدل النتيجة، هاري وينكيس اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86، دقيقة بعد ذلك دومبيلي اللي سجل الهدف في الدقيقة 87. يعني وين كانت شاهدنا كيفاش مورينيو وين دخل بهذه الخطة مع أمام هذا الفريق، وين شاهدنا رين سوب جينسون جاك أوتشي من جانب وين كاب، يعني وين خلق مشاكل لتوتنهام يعني في هذه المباراة، وشاهدنا الفوز تاعه حتى الدقائق الأخيرة وشاهدنا في 86 وين كانوا هدف لهدف من جانب وين كاب فاردي في الدقيقة 25. توتنهام وين عدل النتيجة عن طريق بيل في آخر دقيقة في الشوط الأول اللي انتهى هدف لهدف 45، هاري وينكيس اللي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 86، دومبيلي في الدقيقة 87. هذه المباراة اللي نقولوا بلي وين كاب اللي لعب بعد تسجيل الهدف لعب خطة 5-4-1. شاهدنا كيفاش وين نقولوا بلي توتنهام بقيادة مورينيو اللي لعب خطة يعني خطة كانت 4-3، وين شاهدنا كيفاش انتهت المباراة يعني 4 أهداف، وين شاهدنا الهدف في الدقيقة 94، يعني وين شاهدنا 3 أهداف في آخر ربع دقائق، نقولوا آخر ربع دقائق، يعني وين المباراة وين نقولوا وين كاب وين قضية تاع شاهدنا قضية تاع نقص الخبرة للاعبين تاع وين كاب، وين نقولوا باللي توتنهام اليوم فاز بسبب بالخبرة، يعني وين رغم الصعوبات اللي تلقاها نقولوا صعوبات كبيرة تلقاها في الدفاع، وين كان دفاع يعني صلب أمام خبرة اللاعبين تاع توتنهام. شاهدنا هدف اللي تسجل في الدقيقة الأخيرة، كذلك هدف الرابع، يعني نقولوا باللي شاهدنا جابرييل الآخر بيل اللي عدل النتيجة بصعوبة يعني في الدقيقة 45. الشوط الثاني وين دومبيل وين نقولوا بلي هاري وينكيس اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86، دومبيلي في الدقيقة 87، في 90 دومبيلي يعود ويسجل الهدف الرابع، يعني وين انتهت الجولة الدور الرابع، وين كاب هدف، توتنهام 4 أهداف في كأس اتحاد الإنجليزي.